خصوصا ان هي آلة وترية شرقية جدا. ده اللي احنا هنعرفه مع ضيفتنا النهارده بلقيس. صباح الفل عليكي. صباح النور. يعني بدون مقدمة طويلة عريضة، من هي بلقيس؟ اوكي، انا اسمي بلقيس، عندي 25 سنة، معيدة في كلية تربية نوعية جامعة طنطا قسم مزيكا. هايل، عندي دبلومة في المزيكا من كلية تربية موسيقية، وبعمل ماجستير في نفس الموضوع. ده موضوع كبير. شوية بلعب عود من انا عندي 12 سنة، وبلعب مزيكا من انا عندي 5 سنين. بعمل العود اللي هو الطبيعي، العود العادي اللي وده هو عود طبيعي ليه البومبيه. يعني. ايوه، ما هو ده طبيعي، بس انا مش يعني ممكن تمسك العود كده، هو اوكي، ملهوش الظهر اللي ورا من غير يعني، في حته بطيخة ورا هو. كده. ايوه يعني انا وانا داخل قلت لا ده جيتار يا جماعه مش عود، بعد لا كده لا جيت قربت عود. لا ده عود. طب وبعدين ده عود على جيتار. ايه موضوع بقى الاله دي تحديدا، او العود اللي هو بتسموه معدل الكتريك. عود؟ بص هقول لك حاجه، هو العود الطبيعي، العود اللي له قصعه العاديه، و أصعب. هي اسمها كده اصلا. أوكي ماشي. بس بعدين ده هو مش الكتريك، هو سيمي الكتريك. الالكتريك اللي انت بتشوفه بيبقى له فريم بس كده، يعني ما فيهوش بودي، ما فيهوش دي، أيوه عارفه. تمام؟ بيبقى شكل كده بس من بره. أوكي. وفي عود تاني، العود الجودن، ده نوع تاني برضو تقريبا نفس الموضوع، بس ما فيهوش فتحات. العود ده سيمي الكتريك او سيمي اكوستيك، هو في النص يعني، له نص بادي مش كله، بس نفس الوقت الكتريك من غير بطيخه. وفي حاجه جوه اسمها بري ام، البي ام ده هو اللي بيطلع الصوت. اللي هو بيشتغل على الجهاز اللي محطوط تحت رجليكي ده، اللي هو المالتي افكت، بس المالتي هو افكت. مش مش شرط شرط. يشتغل على المالتي افكت، يعني في ناس بتلعب بالعود الالكتريك، ومش اول حد يعمل كده يعني، في اكتر من حد عمل كده. هو فكره مزيكا بس اللي بلعبها عشان المالتي افكت هي اللي جديده، لكن العود اللي بيتوصل اوريدي او اللي فيه بري ام مش اول حد عمل كده يعني. طيب يعني نقدر نقول ان انت بتستخدمي السيمي الكتريك العادي، وبتدخلي عليه كمان المالتي افكت اللي هو الجهاز ده، علشان تدخلي عليه اصوات مختلفه زياده، فيطلع شكل هارموني مختلف. بالظبط انا كده. فاهم صح؟ جدا، طيب ده اقول لك على غريب. حاجه قبل ما ندخل نتكلم كتير، خلينا سامعينا اول حاجه انت اللي تختاريها، اختاري لنا حاجه كده، فهمينا ايه الموضوع، ايه علاقه المالتي افكت اللي تحت ده بالسيمي الكتريك العود الغريب بالنسبه لي جدا. يلا بينا. بلقيس، كفايه ان اسمها بلقيس، يعني ده لوحده موال. ده في وقفه وكده صح؟ اوكي ماشي للاسف. براحتك. يلا بينا.
الجمال ده. طيب هو دي المقطوعه دي اسمها ايه او دي بتاعتك يعني؟ اسمها اللي ليها اسم او ما سميتيهاش صراحه. طيب انا عايز افهم حاجه برضو عشان الناس بتتفرج علينا ممكن تفهم معايا دلوقتي. المالتي فاكت انت استخدمتيه ان انت سجلتي جزء معين من اللي انت عزفتيه ولا هو الحاجات دي كانت مسجله عليه من قبل كده؟ لا كله لايف. يعني انت سجلتي جزء، لان انا لاحظت كده في اجزاء اتسجلت واتعادت، عملها لوب اتعادت كذا مره كده. ايوه صح، فهمينا بقى واحده واحده. انا مبسوطه والله انت يعني فاهم قوي الموضوع. بص يا سيدي، الفكره في حاجه في المالتي افكت اسمها لوب ستيشن. لوب ستيشن بتخليك تريكورد لايف. يعني انا لعبت مثلا، لعبت دي الاول، سوري قفل الصوت. ايوه المهم يعني لعبت دي الاول. ايوه لاحظنا ان هي كل شويه عماله تتعاد. تمام، بعد كده لعبت اللاين تاني وتعاد ده كل شويه، بعدين لعبت البيز لاين، وبعد كده لعبت عليهم حاجات، وبعدين سجلت كمان لاين. هو بيسمح لي ان انا احط المزيكا كلها والعب عليها، مش بحتاج تحطي كذا تراك يعني في كل حاجه منهم، وتبتدي ان انت كانك بتعملي ميكس كده على على الهواء. طب دي حاجه بتهيالي فيها استمتاع اكتر، ممكن تبقى ارتجاليه كمان، يعني مش لازم تكون انت محضره حاجه، انت ممكن تكوني بترتجلي حاجه على المسرح صح؟ بص، هي ممكن طبعا اكون برتجل حاجات على المسرح، وده غالبا كل الناس اللي تعرفني بتحضر لي حفلات عارفين ده اللي بيحصل. ان الحفله كلها بتبقى جامنج، بس في نفس الوقت لو بلعب تراك معين لازم ابقى عارفه التايمنج بتاع كل لاين هيبقى قد ايه. لان انا لو فرقت ثانيه وانا بسجل اللاين التراك كله وقع. طبعا يعني انت لازم ده يبقى قد ده يبقى قد ده. دي الشطاره بقى اللي بتفرق من شخص للتاني، لان انت برضو بتبقي اكتر بتعملي شو يعني. حتى انا شايف تعبيرات وشك وانت داخله في المود بشكل معين بتعملي شو. فاكر شفت في مره في حته مش فاكر فين بصراحه، كان فنان من فنانين الشارع يعني اللي هم بيقفوا في الشارع ويغني، فجاب حاجه اللي هي اللوب ستيشن زي شبه الجهاز بتاعي كده شويه، وحطه في الشارع وبدا يسجل اصوات عاديه جدا، حاجه من المهارات يعني عشان يوري الناس، ومعاه سماعه صغيره بتطلع الصوت، سجل حاجات اللي هو عمل كده. ايوه، وبيوري الناس بقى ان هو قدر يعمل ميكس من الحاجات دي كلها، ومن المزيكا اللي هو عملها دي بدا يغني عليها كمان، فعمل شكل مختلف. فحلو الحاجات دي ان هي تبقى موجوده عندنا كده بشكل مختلف. طب انت حفلاتك بقى بتبقى عامله ازاي؟ بس عندي كذا نوع من الحفلات، يعني يا اما بلعب مزيكا شبه كده، يا اما بلعب شويه مزيكا مديتيشن او اللي هي بتعمل الجو روحاني يعني شويه. بالظبط، هي مزيكا هتحطك تشيل اوت في مكان تاني كده، حاجه شبه كده. وبيبقى لو بلعب لوحدي يعني. أوكي. وبلعب بالمالتي افكت، وبيكون يعني انت بتدخل المكان من اول بخور في شمع بس. انت بتدخل تسمع حاجه، تروح حته تانيه وبتجي لي تاني. في حاجه تانيه عندي باند اسمها ارام. انا وميوزك بروديوسر شاطر قوي اسمه مهاب سامي، وبنوته بتلعب كمان اسمها رنا حجاج. احنا بنلعب فيوجن، بس يعني ممكن نسميه الكترونيك حاجه. فيوجن المقصود بيها اللي هو ميكس ما بين يعني، ميكس ما بين ثقافات او ما بين الات او اصوات مختلفه يعني. بالظبط. انا بلعب شرقي المفروض، او بلعب عود، فهي اله شرقيه. رنا اوركسترا سيمفوني فكلاسيكال. مهاب سامي مودرن، بيعمل ميوزك بروديوسر، فبيعمل مزيكا بقى الالكتريك اللي هي هاوس بقى وداب ستاب وترانس وحاجات شبه كده، بس معاها المزيكا دي. وتقدروا ان انتوا بتدخلوا الثلاثه دول مع بعض. طب انتوا حفلاتكم بتبقى في الساقيه مثلا ولا في؟ بص، في الساقيه، وفي في بيت السناري كان عندنا حفله قريب، وفي في بوك ستورز بقى او ارت سبيسز زي انتيك خان وصوفي وعلبة الوان. وبتلاقي بقى اقبال يعني، في مثلا في جمهور للنوع ده من المزيكا هو يعني بقى يجي يحضر وبقى يجي يتفرج يعني يسمع مزيكا، لان ده نوع مختلف. ما هو مش فكره ان انا، بصي انا دايما مع فكره ان يبقى في عندنا حاجات كتير. بالظبط. عندنا والله الباند اللي بيغني شرقي ويقعد بقى يسلطني جدا، عندنا الناس اللي بتقعد تغني مهرجانات، عندنا الناس اللي بتقعد تعمل مزيكا مودرن لطيفه بروديوسد يعني كلها من غير ما يكون فيها اي لايف حتى. الشكل بتاعكم من المزيكا يعني جاز وهكذا يعني. يبقى عندنا تذوق مختلف، ويبقى كل واحد عنده الجمهور بتاعه. بالظبط. فانت بتلاقي في جمهور بدا يحب الشكل ده؟ في شويه بصراحه عن الاول يعني، حتى الفتره الاخيره اصلا في المزيكا عموما اختلفت يعني. في وقت لو تاخد بالك ان ما كانش فيه غير الاغاني الكوميرشال او الاغاني بتاعت الفنانين الكبار يعني. دلوقتي بقى فيه اندر جراوند، في ناس بتروح تحضر حفلات مزيكا. بس انا متضايق من موضوع الاندر جراوند ده، لان خلاص هو بدا ما بقاش في حاجه اسمها اندر جراوند للاسف. يعني بقى خلاص كل الاندر جراوند الشاطرين بداوا يبقى يتحولوا لشكل كوميرشال او شكل تجاري، وما بقاش فيه باند اندر جراوند اللي هو مشهور عنه ان هو بتاع اندر جراوند اللي هم بيعملوا حفلات كل فتره. وحتى الشاطرين منهم بداوا يتفككوا ويبقى عندهم مشاغل الحياه، بس بسبب الفلوس برضو.
مفيش. بس اقول لك حاجه، اصلا فكره الاندر جراوند ان انت بتعمل مزيكا يا اما من غير فلوس يا اما بفلوس رمزيه. بالظبط. فوانس ان انت ابتديت تاخد ارقام كبيره قوي في حفلاتك والتيكت عدت ال 200، فاحنا كده مش اندر جراوند خالص. عدينا ال 200 جامد. اه. طيب انت هتلعبي لي حاجه كمان شرقي صح؟ أوكي. كده؟ ماشي. شرقي، شرقي دي واحنا قاعدين صح؟ اه ماشي. ويا ريت لو في حاجه كمان نبقى واحنا قاعدين. يلا بينا. مسافر وحدك بتوزيعه مختلف شويه، انت عملت شويه في تحبيش في النص كده يعني. دي تعتبر ده شكل المديتيشن اللي انت كنت اتكلمتي عنه من شويه، ده شكل المزيكا شويه بتاعته اللي هو بيبقى فيها راحه كده شويه ولا لا؟ ده مزيكا شرقي عادي. مزيكا شرقي عادي. ممكن اسمعك حاجه في سمعي حاجه مديتيشن؟ يلا يلا بينا على طول يلا. طيب مديتيشن بقى المقصود بيها ان انت تكيف كده وانت ايه بتسمع وتتفرج على التلفزيون. يلا بينا. Thank you.
سمعت صوت ميه كده وحاجات جميله. طيب انت معيده اصلا في تربيه نوعيه قلت لي في جامعه طنطا وعايشه هنا في القاهره وبتروحي بشكل يومي بقى ولا بشكل اسبوعي عندك؟ بروح في ايام شغلي هم 4 ايام في الاسبوع على حسب بقى السكيدجول فيه. وتروحي لغايه طنطا وتيجي؟ طب يعني الطلبه في الكليه بياخدوا العود بشكل عود منفرد يعني بيتعلم العود العادي مش السيمي الكتريك او الالكتريك ولا ما بيتعلمش عود اصلا؟ بص احنا جينا فوق فضفضي فضفضي انا بصراحه ما كنتش عايزه اتكلم. لا لا احنا مالناش حاجه. بس اقول لك حاجه, احنا عندنا مشكله بس في تدريس المزيكا او الفنون عموما في القاهره او في مصر. في مصر يعني, لان هما مش بيبقوا عايزين يطلعوا ميوزيشن. مش بيبقى الهدف ورا ان انا داخله اعلم حد مزيكا, ان داخله اعلمه حاجه ترقي من روحه وتخلي, بس ان هما بيبقوا عايزين يطلعوا باحث اكتر في علوم المزيكا. مدرس. عايزين يطلعوا مدرس موسيقى. تمام. مدرس المزيكا يعني مش لازم يكون بيلعب مزيكا. دي بقى مشكله حاجات كتير. طبعا. يعني انا زي دارس حاجه انا مش بمتهنها يعني. فطبق ده بقى على العود على بيانو على اي حاجه. المناهج عباره عن حاجات كلاسيكيه محدوده جدا. اكتر مزيكا مودرن دخلت الجامعات لحد القرن العشرين, ما فيش بعد كده يعني. ما عداش عليهم يعني, ما فيش التطور بتاع الشكل ده من الاله او غيره. ما فيش تطور مزيكا نفسها. يعني انا ما عنديش مشكله ان نلعب نفس العود او نفس الاله نفسها, بس العب مزيكا جديده. ايه بس انت تقدري ك يعني مدرسي في الجامعه او كمعيده في الجامعه تقدري ان انت تدخلي برضو شكل مختلف, لان انت يعني واخده الطلبه بتوعك, فخلاص هم بالعكس وهم يعني شايفين ان انت نموذج بالنسبه لهم كويس, واكيد حضروا لك حفله في وقت من الاوقات, فانت بالنسبه لهم قدوه يعني, هم عايزين يبقوا زيك في وقت من الاوقات. الموضوع صعب قوي, انا مش عارفه كده, مش زي ما انا متخيل يعني خالص. خالص. هو تمام, الطلبه بيحبوا المزيكا طبعا. وفي ناس كتير بنات لهم سكين بس يعني كليه تربيه نوعيه. اللي داخل كليه تربيه نوعيه ده بيبقى داخل ليه وتربيه فنيه وكل الفنون والفنون المسرحيه ومعهد سينما, اكيد مش داخل عشان يكمل تعليمه. بجد اقول لك الحق بقى ولا ابن عمه ولا ايه الكلام؟ بص الفكره, في اختبارات قدرات بتتعمل عشان المفروض ندخل الناس ودانها كويسه. فدفعه ممكن يبقى فيها 100 طالب, هم 30 بس اللي عندهم ودان. دي هم 30 اللي شاطرين مجموعه. بص انا بحس اكتر, هو طبعا الموهبه مهمه وكل حاجه, بس جزء تاني هو مهم ان هو يكون بيحب ده يعني. طبعاً. حابب ان هو يكون بيلعب اصلا مزيكا. فمش هيدخل حد كليه تربيه نوعيه ولا معهد سينما او يعني كل الحاجات الفنيه غير لما حاسس ان هو يكون عنده جزء من يعني الحب. بعد كده الموهبه تتوفر او لا تتوفر, نبتدي نشوف بقى, نبص يعني مفيش حب يعني في شويه كده كده. طيب انت اكيد فكرتي تعملي مشروع مدرسه مثلا, مدرسه ل ان انت تدرسي الشكل مختلف من العود. طبعا عندنا مدرسه العود نصير نصير شمة طبعا. دي كانت مدرسه قويه جدا وعندنا يعني ضيوف كتير جدا نورونا منها. لكن انت ممكن تعملي حاجه مختلفه بشكل مختلف خاصه, حتى اسم بلقيس برضو يمشي برضو بشكل تجاري يبقى شكله كويس. ما كنتيش في تجربه زي دي؟ هو دلوقتي بدي ورك شوب عود, بعلم ناس ستاندرد عود فور بيجنرز من الاول خالص, ونوتة ازاي يقروا نوتة وازاي يطبقوا الموضوع, لان ده تخصصي في الجامعه. انا بدرس سولفيج. سولفيج ده اللي هو ازاي يبقى عندك ودان موسيقيه وازاي تقدر تقرا نوتة كويس وتكتبها كمان. حلو. وفي ناس بقى بعد ما بخلص الجزء الاولاني, عندي في 2 طلبه دلوقتي ما عايزين يتعلموا الكتريك واشتروا عود اشتروا عود بالشكل ده. هو الفرق بينه وبين العود التاني فلوس كبير قوي ولا عادي؟ لا بالعكس, ممكن في عود عاديه فلوسها اغلى من ده, لان هو انا عارف ان العواد كلها بتبقى هاند ميد فبيبقى تفاصيلها كتير. وانت كمان قلت لي ان العود ده كل تفصيله فيه انت اللي مصمماها. يعني انا كنت طالباه بالشكل ده يعني, وبيتصنع يعني خصيصا لبلقيس. طب ما كتبتيش ليه عليه بلقيس؟ يعني نرجسيه قوي دي بلقيس. صح. اجيب عود واكتب عليه اسمي. طب هو معنى اسمك ايه بقى؟ لان هو اسم برضه اسمي اسم ملكه سبأ, هي كانت ملكه اليمن. جوزها سيدنا سليمان, ومعناه المفروض النور اللي بيبقى حوالين الشمس ده. النور اللي حوالين الشمس يعني تقريباً. مش كفايه نور الشمس, كمان النور اللي حوالين الشمس. أوكي. فده قايل يعني لو في حد داخل على ولاده كده قريبا ان شاء الله اسم بلقيس. صعب قوي, اسم كبير قوي. ليه؟ ما هو الدلع بتاعك ايه بقى؟ بيلا؟ والله في ناس بيقولوا لي كده, في بيكي مامتي تقول لي يا بوسي. بوسي؟ ده بوسي ده حاجه ثانيه خالص. قطه جدا, ده يعني حاجه ثانيه مختلفه. طيب انت ايه الجديد اللي انت ناويه تضيفيه بقى في تطور المزيكا؟ لان المزيكا التطور بتاعها ما بيوقفش, وممكن يبقى كلنا بنشتغل على التطور ده وممكن نوصل لحاجه مفيده وممكن ما نوصلش. فانت من خلال لعبك وحبك للعود وان انت قدرتي ان انت تطوعي الالكتريك عود وتدخليه على المالتي افكت وتبتدي تعملي شكل مختلف, انت ناويه على ايه ثاني في التطور؟
بص انا في كذا حاجه بعملها دلوقتي، اهمهم بعمل موسيقى تصويريه لافلام قصيره، هايل. ونفسي بقى اعمل موسيقى تصويريه لافلام هوليوود، وعيني على اوسكار او جرامي صراحه. ان شاء الله باذن الله. انا ومعايا ميوزك بروديوسر بيساعدني، فدي حاجه نفسي اعملها. وبالنسبه بقى للمزيكا عموما، مفيش انت مفيش اصلا تراكات باسمك موجوده؟ لا، يعني في على ساوند كلاود، في ساوند كلاود تراك اسمه زهير، ده موسيقى تصويريه بتاعت فيلم. اوكي. وفي فيلم تاني اسمه مغتربات، ده كان فيلم معمول لاون تي في، بس هو لسه ما نزلش على التلفزيون لانه الفيلم الحمد لله دخل مهرجان يعني. هايل. 13 و14 و15 اكتوبر هيبقى في امريكا ان شاء الله، من ضمن 40 فيلم يعني. ان شاء الله يمكن تاخدي جايزه في امريكا بقى ان شاء الله، تبقى يعني مجهزه للجرامي وغير 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 من الجوائز ان شاء الله باذن الله. طيب التصور بتاعك للمزيكا، انت كنت تقولي لي انا عندي برضو تصور للمزيكا وخطه للمزيكا. بس هقول لك حاجه، اي فن او اي حد عنده تالنت عموما دي هديه من ربنا يعني. طبعا. فاذا ما كنتش عندك بيها دور بتعمله في الدنيا ملهاش لازمه يعني. مظبوط. فنفسي اعمل مزيكا تعمل حاجه في قلب الناس، تضحكك، تزعلك، تفتكر حاجه، اللي هي المزيكا تغير حاجه في روحك، تخليك تفكر احسن عن نفسك. انت اكيد سمعت طبعا عن العلاج بالمزيكا. طبعا. فالعلاج بالمزيكا ده من الحاجات المهمه جدا، وتطبيقها عمليا لو انت سايق عربيتك وانت بتسمع مزيكا دوشه دوشه قوي، هتلاقي نفسك متوتر اكتر مع الزحمه. لو بتسمع مزيكا هاديه شويه فهتلاقي نفسك بتهدى كده. وفي برامج كتير الحقيقه بتشتغل على فكره المزيكا. عارف انا انا عندي برنامج في الراديو، فجيت شغلت في مره الموسيقى بتاعت شهرزاد الف ليله وليله، وقلت للناس حاول ان انت خصوصا يعني في الراديو، فالموضوع فيه تخيل اكتر. تخيل انت شايف ايه دلوقتي، شايف ايه قدامك في وسط الزحمه. فهي كانت الاجابات محبطه جدا. لا اللي انا شايف امين شرطه بيوقفني. لا يعني كانت اجابات محبطه. فاحنا عايزين نغير من ده، ما يبقاش ان احنا بس بنسمع مزيكا صاخبه ومهرجانات وغيره. لا اسمعها عادي جدا ما فيش مشاكل، بس معاها تبقى بتسمع مزيكا مختلفه. نورتينا يا بلقيس. وانا بقول بلقيس صح ولا بقول صح؟ صح. صح. طيب اخر حاجه بقى هنسمعها منك صح؟ أوكي. كده دي اخر حاجه ونرجع نختم بقى. سلام. أوكي. لازم تقفي صح؟ للاسف. اتصرفوا بقى، لازم تقفي. يلا بينا. يلا هوبا.
شكرا بلقيس، نورتنا النهارده بلقيس في نهار جديد، وكل الناس كانت متابعانا النهارده بنشكركم جدا. استنونا ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، اجازه بكره سعيده ان شاء الله. استمتعوا بيومكم جدا. كنت معكم خالد عليش، روان.